شاهين للسيد سالم. الانطلاقة الثالثة في سباقنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أجدد لكم التحية مرة أخرى مع انطلاقة جديدة، وأرحب بكم أجمل الترحيب. أرحب بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أجمل الترحيب من هنا من أرضية جوهرة الميادين، ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله وثراه. إذا أجدد لكم التحية مع انطلاقة الشوط الثالث لفئة اللقاية، إبكار من مسافة 4 كيلومترات، الرحلة التي تحتضن هذه الشعارات اللامعة والمتميزة التي تشارك بهذا الشوط. إذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، انطلقت الآمال مع هذا الشوط، وهنالك معزة على صدارة الشوط بقيادة ناصر بن مبارك بن فهيد العجمي مع أول المراكز، المركز الثاني، والتواصل بهذه اللحظات مع عرقة للسيد سالم بن فهيد بن كاظم المري مع ثاني المراكز، المركز الثالث، التواصل هنا مع الضبي حسين بن مانع بدوات العجمي متواجد مع ثالث المراكز، المركز الرابع، التواصل مع شواهين شعار سيد زيد بن سالم بن دلوان المري مع رابع المراكز، المركز الخامس، والتواصل بهذه اللحظات مع مشهورة محمد بن صالح بن الحمر المري مع خامس المراكز، المركز السادس، والتواصل مع الزعفرانة وتعود ملكية محمد بن علي بن الحمر المري، وسابع المراكز، التواصل مع في هذه اللحظات من تصل هنالك الضبي شنار بن محمد الهاجي منطلقة مع سابع المراكز، المركز الثامن، والتواصل هنا مع براقة عبد الله بن طلال العجمي، وتاسعا بهذه اللحظات التواصل مع شعار سيد ربيح بن فراج الوطيب العجمي مع تاسع المراكز، المركز العاشر هنالك سلطان لزبران بن محمد العجمي مع عاشر الانطلاقات. اذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، النداء الاول اتممت على ما سمعكم بالوفاء والتمام، وعود هنالك مع الصداره والقوه والاثاره مع اشواط اللقايه الابكار، وهنالك معزه، معزه ما زالت غائده ولكن عرقه تغير بهذه اللحظات، وتحتل المركز الاول لسيد سالم بن فهيد بن كاظم المري، يغير الامور لصالح هذا الشعار. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الضبي حسين بن مانع ابو دواس العجمي متواجد بشعاره مع ثاني المراكز، المركز الثالث، التواصل مع شواهين زيد بن سالم بن دلوان المري مع ثالث المراكز، المركز الرابع، التواصل مع الضبي لشنار بن محمد الهادي هنالك مع رابع المراكز، المركز الخامس، هنالك معزة لناصر بن مبارك بن فهيد العجمي، وسادس هنالك مشهورة لمحمد بن صالح بن الحمر المري، وسابعا تصل سلطان لزبران بن محمد العجمي، ثامنا هنالك براقة عبد الله بن طلال العجمي، وتاسع المراكز، التواصل مع شعار سيد ربيح بن فراج الوطيب العجمي، هنالك مع الضاحية من تصل مع تاسع المراكز، المركز العاشر، التواصل مع الزعفرانة لمحمد بن علي بن الحمر المري. اذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اتممت على ما سمعكم النداء الثاني للعشرة المراكز الاولى بالوفاء والتمام، اعود مع الصدارة والقوة والاثارة والتحدي هنا والندية بارضيتي جوهرة الميادين. بدأت المنافسة واشتدت درجة حرارة هذا الشوط، هنالك عرقة على الصدارة ما زالت قائدة لزمام الامور، سالم بن فهيد بن كاظم المري، ولكن الضبي لحسين بن مانع بدوات العجمي تصل مع ثاني مراكز وعينها على صدارة الشوط، وايضا هنالك ضبي اخر يصل مع ثالث المراكز، شنار بن محمد الهاجي متواجد بموقع المنافسة والقوة والابداع على المركز الرابع، تصل سلطانة مع زبران بن محمد العجمي متواجد بشعاره بموقع المنافسة، المركز الخامس هنالك شواهين زيد بن سالم بن دلوان المري. إذا الخمس المراكز الأولى المنافسة على صدارة الشوط، عرق سعادة الحقوق المنهوبة بهذه اللحظات، واحتلت الصدارة لسالم بن فهيد بن كاظم المري، تغير زمام الأمور لصالح هذا الشعار، شعار السيد سالم بن فهيد
بن كاظم المري مركز الثاني، الظبي شنار بن محمد الهاجي وثالث المراكز، ايضا الظبي حسين بن مانع بجوات العجمي سلطانه، رابعا مع شعار سيد زفران بن محمد العجمي الخير الاخير يا مضمرين. الله الله الله، بدات المنافسه، بدات القوه، بدات الاوامر، الظبي تغير وتحتل الصداره بكل قوه وبكل جداره، فشعار امتحان من انتزع الشوط السابق ايضا يتواجد هذا الشعار مع الظبي، مع الظبي لحسين بن مانع ودوات العجمي، ايضا الظبي، الظبي الاخرى تصل مع شنار بن محمد الهاجي، منطلقه منطلقه الى صداره الشوط، شنار بن محمد الهاجي بشعار بشعاره المتميز ينفرد عن بقيه المراكز، ولكن الظبي لحسين بن مانع ودوات العجمي مع ثاني مراكز المركز السلطانه، زبران بن محمد العجمي وعرقه هنالك رابعا مع شعار سالم بن فهيد بن كاظم المري، وخامسا شواهيل سيد زيد بن سالم بن دلوان المري، ولكن الظبي اعود مع الظبي، ظبي الفلا رمز العطاء معنى الوفاء، تنتقل الى الصداره مباشره بموقع القوه والتحدي والاثاره، سلام شرار بن محمد الهاجي، سلام وتحيه واحترام الى هذا الشعار، شكرا ابو محمد، شكرا شكرا ابو محمد على هذا الاداء المتميز والرائع الذي قدمته الظبي لانتزاع ناموس هذا الشوط. اذا الظبي، الظبي واللحظات الاخيره والانطلاق الاخير يحمل شعار شنار بن محمد الهاجي الى خط النهايه لكي يعلن بانه هو الفائز بهذا الشوط. تهانينا تهانينا والف مبروك لشنار بن محمد الهاجي على فوز الظبي بناموس هذا الشوط ووصولها الى خط النهايه معلنه الفوز والناموس المركز الثاني. الظبي للسيد حسين مانا بدوات العجمي، وثالثا سلطانة للسيد زبران بن محمد العجمي مركز الرابع، شواهين زيد بن ساب بن دلوان المري، خامسا شعار سلطان بن فهد بن كاظم المري المركز السادس، عبد الله بن طلال العجمي، وسابعا ربيع بن فراج وطيب العجمي، وسابع المراكز ثامن المراكز عايد بن مناور الضفيري، وتاسع المراكز سالم بن فهد بن كاظم سالم بن فالح الهاجي، وبقيه المراكز اتركها الى لجنه الخط والتحكيم. اذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، تهانينا والف مبروك لشنار بن محمد الهاجري على فوز الظبي بناموس هذا الشوط، وسيدعكم الله مع انطلاقه الشوط القادم مشاهدينا متابعينا في كل مكان.